العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مستويين، مستوى الفرائض ومستوى الفرائض والسنن. مستوى الفرائض هو اللي مطلوب مننا كلنا، وبالمناسبة الكل يقدر عليه، لأن ربنا فارض الفرائض علينا على قدر وسع وهمة أقل واحد فينا، زي الصلوات الخمسة وصيام رمضان والزكاة للي معاه القدرة أنه يزكي، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما مستوى النوافل فزي مثلا الصلوات لها 12 ركعة سنة، وصيام رمضان زي مثلا لي سنة زي الاثنين والخميس أو الثلاث أيام من كل شهر 13 و14 و15، والحج ليه السنة بتاعته زي العمرة مثلا، والزكاة ليها السنة بتاعتها زي الصدقة. اللي يروح لربنا عامل الفرائض بس نحسبه عند الله من الناجين، لا يحاسب على تقصير، لأن الفرائض دي اللي هنتحاسب عليها. أما السنن فهي مراتب وسلالم للترقي في العلاقة مع الله، ولا ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإجابة لو واحد راح لربنا عامل الفرائض بس نحسبه عند الله من المقربين الناجين، أما الفرائض والنوافل فهي مستوى أعلى في القربة من الله. وبالمناسبة اللي بيعمل الفرائض واحدة واحدة بيوفق للنوافل، والله أعلم.